لكأن اليمن لا يكفيه تبديد حاضره وتدبيره ولا تربد مستقبله بسحب سوداء تنذر بالبياد، فكان الدور على ماضيه التليد وتاريخه المجيد عبر استهداف متاحفه، وهذه المرة مع أكبرها المتحف الوطني بصنعاء. المتحف الوطني بصنعاء المشيد في العام 1971 في دار الشكر قبل نقله إلى دار السعادة وترميمه وتأهيله وافتتاحه في العام 1987 سرق في أول أيام العيد. سرقة المتحف الوطني الذي يحوي نحو 75,000 قطعة أثرية تعود إلى ما قبل التاريخ مرورا بالعصور الحجرية وحتى القرن العشرين، جاءت بعد أقل من عام على تغيير إدارته وتبديل حراسته. حظي المتحف بعناية خاصة من قيادة البلاد طوال 25 عاما الماضية، تجلت في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شامل لمرافقه واستحداث مخزن أرضي ومكتبة وقاعات محاضرات ومعارض. ظل المتحف الوطني يرفد بالقطع الأثرية من مكتشفات بعثات التنقيب والمقتنيات والإهداءات من المواطنين التي ظل يتصدرها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لدرجة خصص معها جناح لإهداءاته. وفق الأمين العام السابق للمتحف الوطني بصنعاء طوال 25 عاما الماضية عبد العزيز الجنداري، كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أبرز مصادر رفض المتحف بالمقتنيات الأثرية. تأتي ما بين ما اقتناه رئيس الجمهورية السابق من المواطنين ودفع مقابله من ماله وأهداه للمتحف 22 قطعة تعود إلى عصور الممالك اليمنية القديمة، صنعت من المرمر والرخام والحجر الجيري. كذلك يذكر الجنداري مبادرة الرئيس السابق نهاية العام 2005 إلى شراء مومياء طفل عثر عليها مع نقوش وقطع أثرية في مديرية الحدا، ويرجع تاريخها إلى بداية الألف الأول قبل الميلاد. على أن أبرز مقتنيات الرئيس السابق المهداة للمتحف كانت 40 قطعة عثر عليها مواطنون نهاية 2004 داخل بئر مهجورة في قرية مقولة بمديرية سنحان، وأوصلوها إلى رئيس الجمهورية. بعد تنظيف هذه القطع من الصدى تبين أن 3 منها رؤوس رماح و34 قطعة منها جناب يمنية برونزية تعود إلى العصور السبائية المتأخرة، بجانب مزهريتين خزفيتين وتمثال لرجل يمتطي جملا. وبحسب رئيس هيئة الآثار والمتاحف السابق الدكتور عبد الله باوزير، فإن الرئيس السابق اشترى القطع بنحو 1.5 مليون وتكفل برفض معمل المتحف بمواد ومعدات ترميمها بقرابة 5,300,000 ريال. لم تكن العناية بالمتحف الوطني في صنعاء بمنأى عن باقي متاحف البلاد التي زادت خلال 30 عاما الماضية من 26 متحفا إلى 48 متحفا عاما وشعبيا وأثريا وعسكريا ومتخصصا وجامعيا وعلميا جيولوجيا. عكس الاهتمام بالمتاحف توجها جادا لدى قيادة البلاد نحو صون مآثر الحضارة اليمنية، متجاوزا دعوات القوى المتطرفة لتدمير الآثار بوصفها وثنية وإتلاف المخطوطات الفكرية والفقهية لمن خالفها الرأي. ظل تشييد المتاحف العامة يتوالى في عموم محافظات البلاد، حتى كان آخر المتاحف العامة تشييدا في سقطرى عام 2009، فيما تعثر استكمال تنفيذ مشاريع عدد من المتاحف بفعل الأزمة السياسية مطلع 2011. حتى في أحلك الظروف كانت قيادة البلاد مهتمة بأدوات تدوين التاريخ بمتحف جديد يضم معروضات تحكي علاقات اليمن البروتوكولية والدبلوماسية بدول العالم طوال 33 عاما. عرف هذا المتحف باسم متحف الصالح، وضم جل الهدايا التي تلقاها الرئيس السابق من حكام دول العالم، وألحق بأكبر متاحف فنون العمارة اليمنية والإسلامية بالمنطقة جامع الصالح، ودشن في مايو 2012. يبقى الغريب في وقائع سرقات المتاحف موقف الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكنا طوال أسبوع منذ سرقة المتحف الوطني بصنعاء حتى صدور توجيهات رئاسية بالتحقيق في السرقة، ما يثير الكثير من التساؤلات بشأن هوية اللصوص ودوافعهم.